لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا هذه اللقاءات تحرك الإيمان وتجدد الإيمان، تجدد النشاط، تحرك القلوب وتنعش النفوس. هذه اللقاءات سابقا فيما مضى كانت لها حلاوة وجمال وتأثير. منطقة العجمي ياما شهدت ندوات، محاضرات، وهذه اللقاءات تبعث الدفء الإيماني مع فضيلة الشيخ سعيد السواح. وكان شيخنا الشيخ سعيد عبد العظيم حفظه الله تعالى كان دايما يقول كفاية ان انتوا تظهروا مع بعض والإخوة يتجمعوا، كفاية حتى لو الإخوة ما سمعوش حاجة. هو كان يقول كده، يقولوا الإخوة هيسمعوا، هم هيسمعوا حاجة إن شاء الله، بس حتى لو ما سمعوش واتجمعتوا وظهرتوا مع بعض والإخوة اتجمعوا، هذا مكسب كبير فعلا. ندوات ومحاضرات كانت تحيط رواجا، القلوب كانت بتنتعش والإيمان بينتعش في حركة. وبعدين الأحداث كما تعلمون يعني سببت في توقف اللقاءات والندوات، وهذا سبب تراجعا وتدهورا في أحوال القلوب والأحوال الإيمانية. فلما نلتقي مرة تانية عارف إيه؟ عودة الحياة إلى الروح، انتعاش القلوب والنفوس، أمل جديد ونور جديد. الله، حاجة جميلة أوي. أنا حاسس إن أنا يعني أنا انتعشت من غير ما اتكلمناش، ولا بس أنا شفته، وطبعا شفت الشيخ أمريكو واتجمعنا زي زمان. يا ريت نرجع زي زمان إحنا وغيرنا يعني. فحاجة جميلة جدا اللقاء ده، جميل التجمع. وأسأل الله أن ييسر لقاءات تانية في المساجد، المساجد الكبيرة، وترجع الندوات والمحاضرات واللقاءات، ويرجع بقى للإيمان، وترجع القلوب إلى ما كانت عليه، والنفوس يا رب. أملنا في الله كبير. العادة إن فضيلة الشيخ سعيد بيختار عنوان وهو اللي بيختار وبعدين بنتكلم،
وانا بحضر في رمضان وبيحضر وبعدين بيبقى الموضوع اللي انا بحضره مختلف بلا تنسيق. هو العاده الحمد لله رجع تاني زي ما كان يعني الشيخ اختار عنوان الحياه فرصه لن تتكرر. العنوان والموضوع ده من اخطر الموضوعات ومن اهم الموضوعات، والنصيحه فيه بتبقى من اهم النصائح. الحياه العمر الوقت فرصه لن تتكرر، ملهاش ملحق. في حاجات تانية ليها ملحق انما الحياه والعمر ملوش. ولذلك اهل الايمان يطلبوا ملحق في اخر العمر بس ما فيش بلا نتيجه، والكفار هيطلبوا ملحق برضه في الدنيا بس في اخر العمر بس ما فيش بقى. هي فرصه واحده لا تتكرر. اما اهل الايمان فان الله عز وجل قال عنهم: يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب اخرني. الخطاب لمين؟ للمؤمنين. وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب اخرني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. ما فيش ملحق تاني، العمر خلص، الحياه خلصت، الوقت الاصلي خلص. مش بقى بنلعب في الوقت الضايع، فاكرين زمان؟ الوقت الاصلي خلص ومفيش وقت ضايع، خلاص. اللي انفق انفق، واللي كان صالح كان صالح. اخر العمر بالنسبه للمؤمن: وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي اخرني. المؤمن هيقول ربي اخرني الى اجل قريب، مهله، مده، وقت اضافي، ملحق، ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعمل. فرصه واحده بس، عمرك بس، حياتك فرصه لا تتكرر. فاتت منك ملاش دعوه. لما تيجي تقول يا رب اخرني، مش اخرك، ده المؤمن. والكافر كذلك، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يبقى الكافر إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، يطلب إيه؟ رجع، مهلة، إضافة. والمؤمن لو ما انفقش وما اجتهدش برضه يقول يا رب ايه؟ اخرني شويه كمان. كله في اخر العمر هيتمنى شويه زياده، شويه. ما انت كان عندك شويات كتيره. ما انت كان عندك عمر. ما انت كان عندك وقت. كان عندك حياه. راحت فين؟ راحت فين؟ جزء منها راح في النوم. وجزء راح في الاكل. وجزء راح في الشغل، وجزء راح في الهزار والضحك، وجزء راح في الزيارات، وجزء راح فين؟ على النت بقى، الحاجات الجديدة، على الفيسبوك والواتساب والتويتر وما اعرفش ايه، والعمر بيضيع. بيقول الحياة فرصة لن تتكرر. ضاع منك الحياة، ضاع منك الوقت، ضاع منك العمر، الفرصة راحت لن تتكرر. وبالتالي النصيحة ايه؟ أهم نصيحة
اغتنم الأوقات. اغتنم الأوقات. الحياة يا جماعة فيها مكاسب كتيرة وخسائر كتيرة جدا. المكاسب في كل المجالات، احنا مركزين بس على المكسب ايه؟ المالي، الفلوس. في مكاسب تانية، واحد كسب جايزة في موضوع، واحد كسب ترقية، واحد كسب منصب، واحد كسب شهرة، واحد كسب دوري، واحد كسب الكاف، واحد كسب جايزة، اي حاجة. المكاسب كتير والخسائر، واحد خسر فلوس، واحد خسر زوجته طلعها، واحد خسر ولاده طلعوا مش كويسين، واحد خسر منصبه، واحد خسر صحابه. بس خد بالك ان اعظم مكسب ان انت تكسب الوقت، واكبر خساره انك تخسر الوقت. اكبر مكسب ليك انك تكسب الوقت، تستثمره وتغتنمه في طاعة الله عز وجل. أنت كسبت مكسب كبير جدا. وأنواع الخسائر برضو كثيرة، بس أشد خسارة إيه؟ إنك تخسر الوقت. الخسارة لا تعوض، وخسارة كبيرة جدا. الوقت غالي، الوقت غالي. سؤال بقى، وأنا عارف الإجابة المقدمة، أنا وأنت، أنت راضي عن نفسك؟ لا. راضي عن العبادات؟ راضي عن اجتهادك؟ لا. طب ندمان على الوقت اللي فات منك؟ ايوه. طب مستني ايه؟ ايوه ندمانين طبعا، في وقت كتير جدا فات مننا، كتير جدا راح ولسه بيروح، وقت عمال بيضيع مننا، بنفقد، في هدر، وده خساره كبيره جدا، ده راس مالنا الوقت. فإلى متى؟ إلى متى؟ الوقت شريف والعمر غالي والحياة فرصة لا ولن تتكرر. الوقت غالي قوي. لما نرجع للنصوص، شوف النصوص، شوف ربنا سبحانه وتعالى قال إيه في كتابه. كل الأوقات ربنا أقسم بيها، الفجر والفجر وليل العشر، الضحى والضحى، والعصر إن كان العصر يعني هو العصر كله أو العصر اللي هو والليل إذا يغشى، الليل والفجر والضحى والعصر. ربنا أقسم بكل الأوقات دي لأن هي عظيمة غالية كبيرة جدا. وشوف بقى الصورة، والعصر العمر كله أو الدهر كله. إن الإنسان لفي خسر، كله خسران بالنسبة للعمر والوقت، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لو ما عملوش الأربع حاجات دول يبقوا خسرانين. شفت الخسارة؟ العصر العمر كله أو الزمن كله أو العصر اللي هو آخر اليوم. ربنا بيقسم ان الانسان خسران لو ما اغتنمش العمر والزمن والوقت يعني. فاحنا يا جماعه احنا بنلتقي مع بعض اهو عشان نقول يا جماعه خلي بالك، خلي بالك، فات مننا كتير ووقت كتير راح، ويعني الوقت ده هنسال عنه. يعني الناس هتندم، ده احنا قلنا الندم المؤمن قبل وفاته، قبل يعني هو بيحتضر، وندم الكافر ويوم القيامة حتى المؤمن هيندم، هيندم ندمين برضو على الوقت. أول حاجة قبل ما يخش الجنة، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني لو أن رجلا خر على وجهه ساجدا حتى يموت هرما في طاعة الله لحقره يوم القيامة ولتمنى أن يعود إلى الدنيا كيما يزداد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لو إن إنسان خر على وجهه ساجدا
حتى يموت هرما في طاعة الله، ما ضيعش حاجة من عمره، ما ضيعش. بس يوم القيامة من الأهوال يتمنى ان لو رجع الدنيا يمكن يزود شوية في قوة السجود، في شدة السجود، في كيفية السجود، عشان يزود من العمل الصالح. كله هيرجع، وعندما يخش الجنة يرجع يندم تاني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس يتحصل أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله فيها. جنة ما فيهاش حصرة، كله خير، يخش الجنة بس لما يشوفوا ثواب الذكر يقول: ياه، ضيعنا أوقات في الدنيا، يا خسارة، اليوم الفلاني، الساعة الفلانية، الوقت الفلاني. ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله فيها. كانوا فين؟ اتفرجوا على الماتش. ما في إخوة اتفرجوا على الماتش؟ أجنبي ومحلي وكله هتتحسر. وفي إخوة بيتفرجوا على حاجات وحشة. الله، أخواتي دلوقتي ساعات بتشتري تقول لك زوجي عنده انتكاسة بيتفرج على أفلام قذرة. شفت التدهور؟ شفت ده لما يرجع يندم إن شاء الله يخش الجنة، ربنا يعفى عنا عنه. يقول: يا ريتني ما كنت شفت، يا ريتني ما كنت شجعت، يا ريت ما كنت شفت الماتش، يا ريت ما كنت اتفرجت، يا ريت ما كنت، يا ريت. ما احنا في ريتني اهو، احنا في ريتني اهو. اللي بيتفرج على كوره يا جماعه ما يسيب بقى الحاجات دي. كفايه عمرك، حياتك فرصه لن تتكرر. الحياه، العمر غالي والاوقات كثيره جدا. كذلك بقى الاخوه بتوع الفيسبوك، يا خبر، ده ادمان. فيسبوك ده إدمان، والواتساب إدمان، واليوتيوب إدمان، والإدمان. عمال أنت تفر هنا وتفر هنا وتفر هنا وإيدك عمالة. خسارة، خسارة. واحد يقول لك: أنا بشوف يعني فيديوهات مفيدة ومش عارف إيه. أيوة، أنت ممكن تستفاد بس أكتر. أوعى تسكن نفسك وتطمن نفسك كده وتهدي نفسك، لا، أنت بتخسر، أنت بتخسر. روح للكتاب، ذاكر زي زمان، روح اقرا، روح اتعلم، صلي، اذكر الله. انت بتتسلى، خد بالك، انت اللي بتتفرج عليه تتسالي، مش طلب علم، لا. ما تخدعش نفسك، احنا الوقت بيضيع مننا بطريقه جامده جدا. خساره، خساره. عايزين نصلح تاني. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ايه على الوقت: اغتنم خمسا قبل خمس. حياتك، حياتك قبل موتك، مش كده ولا ايه؟ وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. أول حاجة النبي يقول لنا اغتنم ايه؟ حياتك قبل موتك. الله، شفت النصيحة؟ النبي قال لنا اغتنم حياتك قبل موتك، لما تموت خلاص. يوم القيامة احنا قلنا المؤمنين هيتحصروا، والكفار بقى هيتحصروا حسرات، أنواع الحسرات كتيرة بتاعت الكفار يوم القيامة. منهم اللي يقول: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ومنهم اللي يقول: ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ومنهم من يقول: يا ليتنا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. ومنهم اللي هيقول، ومنهم اللي قبل ما يخشوا النار وبعد ما يخشوا النار وهم يصطرخون فيها: ربنا ايه؟ رجنا.
نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أولم نعمركم العمر نعمة كبيرة جدا، كل العمر مش من فترة الشباب، إنما العمر كله هنتسأل عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. هتسأل عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته في رواية، وعن جسده حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه. جسمك وصحتك وحفيتك وعضلاتك راحت في إيه؟ في الكرة؟ في المسابقات؟ في الرحلات؟ في التمتع بالدنيا؟ ولا عضلاتك دي وقوتك وشبابك يعني اختمتها في طاعة الله؟ صليت وقفت صلاة طويلة وانت واقف وعينيك بصيت فيهم في المصحف وحفظت ورجعت، ودانك سمعت فيه القرآن والمواعظ، جسمك كله قبلته في ايه؟ اتبرك وصحتك راحت في ايه؟ في الطاعة ولا في المعصية؟ ولا حتى ايه لا غير لا طاعة ولا معصية في المباحات بس بخسارة. فاحنا يا جماعة الحياة دي هنتسأل عنها، خلي بالك راجع، اوعى تندم، عشان في ندم نوعين، في ندم ممكن يتعوض له علاج، وفي ندم ما بيتعوضش. احنا ندم على الوقت بقى، الوقت الوقت اللي انت ما اغتنمتوش راح مش هيرجع تاني ولا هيرجع. ممكن الندم ده يفيدك وانت حي ان انت تصلح في اللي جاي، بس اللي فات خساره، اتحسب عليك بالخساره، خلاص اللي راح مش هيرجع تاني. فالحياه فرصه لا تتكرر، فاخد منها. لما تشوف كده الصالحين اغتنموا الحياه ازاي، تستعرف الناس دي عرفوا قيمة الوقت وعملوا حاجات أغرب من الخيال، أغرب من الخيال. سابقين شو كده يعني، كيف نظروا للوقت، عملوا ازاي مع الوقت. شوف واحد من السابقين اسمه كرز بن وبر، قيل له: ألا تجلس معنا؟ قال: أمسك الشمس. ونفس المعنى ده اتكرر مع راهب العرب. مين راهب العرب؟ مين؟ رقم النفر؟ لا رقم النفر؟ لا انا هجيبه دلوقتي بس، معروف مشهور يعني. المقصود كرز بن وبر قال له: ألا تجلس معنا؟ قال: أمسكوا الشمس. حاجة عجيبة، وقف الوقت ونقعد معاك. واحد زي حالتي لو عديت على الناس: ما تقعد معانا شوية؟ حاضر. وأنت كمان ما تقعد معانا شوية؟ حاضر. السابقين ما كانوش كده، عارفين قيمة الوقت، هقعد معاكم أضيع لكم وقتكم وتضيعوا لي وقتي، ونشغل بعض ونتكلم ونهزر ونضحك ونتكلم في كل حاجة، الأسعار إيه؟ والأحوال إيه؟ وأحوال الناس إيه؟ وما أعرفش حصل إيه وكاني وماني، وبعدين الوقت يعدي وضحكنا وقعدنا ومشينا.
ضيعت لكم وقتكم وانتم ضيعتوا لي وقتي وخلاص. قالوا حول فين نسمعنا؟ قال امسكوا الشمس. الوقت ده هيتحسب. العمر، الزمن، الحياه غاليه. وقفوا الشمس، وقفوا الزمن، وقفوا الوقت واقعد معاك. انما طول ما الوقت شغال والزمن وكده بيتحسب، الجلسه دي تقع عليا بخساره، كانه عايز يقولوا كده، دي تقع عليا بخساره. مش فاضلكم. الله مش فاضلكم. كلنا عارفين الحافظ المنزلي. المنزلي الترغيب والترهيب. تربينا عليه زمان. كتاب الترغيب والترهيب وصحيح الترغيب والترهيب كده ولا ايه؟ المنزلي كان بيدرس في مدرسه. مدرس في مدرسه. مدرسه حديث وعلمه. وكان لا يخرج من المدرسة أبدا إلا لصلاة الجمعة. صلوات الجماعة وكده جوه المدرسة جوه المدرسة علم 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 علم. ما يطلعش غير للجمعة بقى المسجد الجامع والمسجد الكبير. وكان له ابن محدث حافظ نجيب ذكي فاضل. ابنه عالم محدث وذكي ونجيب وحاجه جميله جدا. ومات هذا الابن. يعمل ايه المنذري؟ ابنه مات لم يخرج من المدرسه، وانما دخلوا بالجنازه فصلى على ابنه صلاه الجنازه وشيعه الى باب المدرسه وقال اودعك الله يا بني، انت وديع عند ربنا. ودخل المدرسة وساب ابنه يروح يدفنوه الناس. ما فيش وقت. طبعا الكلام ده مش أي حد نقول له اعمل زيه كده يعني. يعني لو راح ووقف على القبر ده مطلوب. بس عايز أقول لك إن هو مسؤول، عنده مسؤوليات تانية وعنده شغل والمدرسة، وما فيش وقت حتى يروح لعند المقابر والعزا وال تاني. انا عايز اقول لك هو عمل ايه. مش احنا هنعمل زيه. هو مقبوله منه، بس انت لو عملتها يمكن مش مقبوله منك ولا منه. انا بس بحكي لك عشان تشوف الراجل ده ايه الوقت ده. علم علم علم، مفيش وقت ضايع. ليل ونهار ليل ونهار ليل ونهار. اللي اسبق منه بقى ابو يوسف القاضي صاحب ابي حنيفه في زمن ابو يوسف ده. يا ابنه مات وهو في الجامع في مجلس ابي حنيفه. وابي حنيفه طبعا المذهب الحنفي مشهور ان هو ما فيهوش فيه ادله كثيره جدا. بس المعلومه دي مش دقيقه قوي، لها جزء نصاب وجزء مش دقيق. بس ابو حنيفه كان ذكي جدا ذكي جدا، وبيستنبط استنباطات من الايات والاحاديث اللي وصلته. فجاء عجيب اللي يقعد قدامه كده يقول ايه العلم ده؟ استنبط ازاي؟ ايه الجمال ده؟ ايه المساله دي؟ وصلت لها ازاي؟ فكان تلميذه مين؟ ابو يوسف. وجو معجب وابو حنيفه جدا وفي درس. وابنه مات. قال لهم معلش الغسل يعني يعملوا كل حاجه تمام كده ولا حاجه، بس على الجنازه على طول. ليه؟ خاف ان تفوته من ابي حنيفه عجوبه يتحسر عليها. هل هيفوتني في الدرس حاجات مش هعرف اعوضها؟ طب حد يقولها لك؟ انا اسمعها مباشره، انا اتعلمها، لان هو كمان كان بيستفاد من المعلومات استفاده اكتر من غيره. يمكن لو غيره نقل له المعلومه دي ما
مش زي ما هو يسمعها بودنه. الوقت والوقت ده ولا الوقت الوقت مش هيتعوض. الجنازه وكده انتوا غسلوا، انتوا كفنوه، انتوا جهزوه، اجي على الجنازه وارجع ابو حنيفه تاني. طب الوقت ده اقل ما الوقت ما عندوش استعداد يضيع الوقت ده في عجيبه مش كده؟ ده خيال، ده الناس دي احنا بنتكلم على الخيال. شوف ابو يوسف لما هو بيموت دخل عليه واحد اسمه ابراهيم، ابراهيم النخعي مشهور وكان قاضي. قال يا ابراهيم مساله، قال في هذا الوقت ده انت عيان، ده انت بتحتضر تموت مرض شديد. ابو يوسف يقول له مساله، ما تيجي نتناقش في مساله. قال له في هذا الوقت، قال نعم ربما يحيا بها انسان. قال اسأل. قال رمي الجمرات، رمي الجمار، ايهما افضل ماشيا ام راكبا؟ الله يرضى عنك يا ابو يوسف. هو دلوقتي المساله ديت. فابراهيم قال له ايه؟ ماشيا. قال اخطات. قال راكبا. قال اخطات. قال قل انت. قال في المواضع التي يوقف عندها للدعاء يرمي ماشيا، والمواضع التي لا يوقف عندها للدعاء يرمي ايه؟ راكبا. شوف المذاهب بيفرعوها ازاي. هذا ابو يوسف اللي كان حريص على مجالس ابو حنيفه يقول لك المساله التفاصيل اللي فيها. هو طبعا بيرجع لايه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رمى راكبا ورمى ماشيا، وطاف راكبا وطاف ماشيا، وسعى بين الصفا والمروه راكبا وسعى ماشيا. امتى دي وامتى دي امتى دي امتى؟ العلم، الوقت، الحياه. ابو يوسف وهو بيموت بيقول الراجل مساله. ابراهيم تيجي نتناقش فيها، قول له في الوقت ده، قال له ايوه يمكن يحيا بها انسان. مين اللي هيحيا بالفتوى دي؟ واحد راح يسال، وابراهيم النخعي هو القائد القاضي وعالم، هيروح يساله ارمي الجمرات ماشي ولا راكب؟ هيقول له الافضل ليك تمشي هنا راكب هنا ماشي. ياه. عارف اللي اعجب من كده ايه؟ ابراهيم النخعي لما خلص الزياره بيقول فانصرفت عنه فما وصلت الى الباب الا وهم يصيحون عليه قد مات. مات. قمت من الزيارة ما وصلتش للباب إلا وهم النساء بيصرخوا إيه؟ مات أبو يوسف. مات أبو يوسف القاضي وهو بيدرس المسألة وبيتناقش فيها. ده ما عندهمش وقت خالص ولا ثانية. ده الناس دي إيه ده؟ إيه ده؟ إيه الحرص على الوقت ده؟ كله اهتمام وكله استثمار للوقت. العمر استفادوا منه تماما لحد اخر رمق، لحد اخر ثانيه. وهم ما شفت اعداء زمان لما ابنه مات ما رضاش يطلع من الجامع ويضيع وقت كتير. هو ده اللي شوف النهايه بتاعته كده، شوف النهايه بتاعته كده. تعرف النهايه البدايات بتاعتها كانت ايه؟ القاضي ابو وغيره وغيره، امثله كتيره جدا. الإمام سفيان الثوري له قصة كده نجيب سيرته بالمرة، سواء له قصة في موضوع العمر وله قصة بك. سفيان الثوري هو اسمه إيه؟ سفيان بن سعيد هو اسمه كده. وبعدين مرة كان رايح داخل الجامع، ولما يجي يخش لما جه يخش من الجامع هو بيخش باليمين، فمد رجليه الشمال الأول وقال وقف ثواني كده، وقال يا من الشمال ومين قريبه شويه، ما انا بخش باليمين على طول، المره دي بالشمال يعني حاجه بسيطه، ودخل بالشمال. وهو نايم جاله هاتف كده، راح جاي شده كده ايه من شعره من قدام كده اهو وهو نايم. قال ما كنت اليوم الا فورا، كنت طور النهارده لما دخلت المسجد بشمالك.
فقام لما صحى من النوم لقى الحته اللي اتشد منها ايه بيضه واقفه، كل ما يجي يسرح واقفه، فضلت كده على طول، فضلت كده على طول. فكان يقول الناس ديت من المنام اللي حصل. فقالوا له انت ايه من النهارده سفيان ايه؟ الثوري. ايه الثوري؟ ثور. لما دخل الشمال ده من المسجد بيقول ايه؟ الشمال. ايه رايكم في القصه دي؟ زمان زمان كنت في الكليه وجي استاذ دكتور كان يمكن نمره واحد او اثنين في اسكندريه في الجراحه، في حاله الجراحه العامه، بيت قاعد قدام منه. قال يا اخي انتوا عاملين مشاكل ليه؟ خير؟ قال اللي يخش الجامع يخش باليمين بالشمال، بتعملوا مشكله ليه؟ مع الناس اللي يخش باليمين ولا بالشمال؟ ما اللي دخل الجامع دخل. انا في بالي اقول له يا طول بس ما يعرفش هو ينفع. سيدنا سفيان اتقال له ايه؟ ايوه بس دول العلماء الكبار ما بيتسابوش كده، واحد زي حالاتنا زله كده دخل بالشمال اللي مش عارف قيمه العلم، كل ما دخل بالشمال باليمين ما هو دخل الجامع، حلو اللي دخل الجامع، كل واحد على قد همته بقى. ايه رايكم في الموضوع ده؟ علم برضه. تعالى بقى سفيان السبت. مرة دخل البصرة ولقى حماد بن سلمة. حماد بن سلمة ده حاجة جبل. حماد بن سلمة جبل في العلم والعمل وال... ودخل سفيان الثوري البصرة. فقالوا له حماد بن سلمة هنا، فرحوا. وأول ما شافه قال له حدثنا بحديث أبي العشراء عن أبيه. قال حماد تعالى حدثني أبو العشراء عن أبيه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الزكاة الزكاة ما تكون إلا في النحر واللبة؟ قال لا، لو طعنت في فخذها لأجزأتك. الحديث بس هو ما لما سفيان قال حماد قال له ايه؟ قال له حدثني بحديث ابي العشراء عن ابيه، فراح جاي حماد قال له حدثني ابو العشراء عن ابيه، جاي وراح جاي قال له الحديث. ثم سلم عليه سفيان واعتمر. تاني عشان تبقوا مركزين، سفيان اول ما شاف حماد قال له ايه؟ حدثني بالحديث الفلاني، راح جاي محدثه. وبعدين سفيان راح جاي مسلم على حماد وحضنه. قال حماد من انت؟ قال انا سفيان. قال ابن سعيد؟ قال نعم. قال الثوري؟ قال نعم. قال ابي عبد الله؟ قال نعم. قال ما منعك ان تسلم علي ثم تسالني؟ قال خشيت ان تموت قبل ان اسمع منك الحديث. قلت اسمع الحديث بقى الاول لحظات وقت مش وقت. هنا عشان نروح شويه بالسلام والكلام والاحضان العلم الاول والاستثمار واغتنام الوقت الاول وبعد كده السلامات والاحضان والاسئله و... وايه الحديث بتاع اللي سفيان الثوري عايز يسمعه؟ حديث في النحر في 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 زكاة ال في في الذبح زكاة البهيمة، يعني ان هي تتذبح بس من النحر او في اللب بتاعتها ولا في اي مكان. النبي قال لو طعمت، طبعا بعد التسميع طعمت في الصف بتاعها او ماتت كلها حلال. يا انت سفيان الثوري عايز تسمع الروايه دي مهمه جدا للدرجه دي عندك تسمعها سند متصل وهو عارفها؟ ده هو عارفها وعارف السند بتاع الروايه وقال له حدثني بحديث ايه؟ قال لي عشراء عن ابيه. ايه الناس دي كانت عايشه ازاي؟ مفيش وقت. الثواني والدقايق والحاجات دي انجز علم وعمل وحرص وخوف من الموت فجأة وبغتة
الناس دي عاشوا. حماد بن سلمة بقى طالما جبنا سيرته يقول لك ايه؟ حماد بن سلمة كان اذا قيل له انك تموت غدا ما كان عنده مزيد. اليوم مليان، لو قالوا بكره هتموت، بكره هتموت ما قدرش يغير، ما قدرش يزود. طاعه من الفجر لحد طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس لحد الظهر، ومن الظهر للعصر، ومن العصر للمغرب، والمغرب للعشاء، ومن العشاء لحد الفجر، كل ده وقت مستثمر. مفيش هد، مفيش وقت ضايع، مفيش. لو قالوا له بكره تموت ما يقدرش يزود، ما عندوش مزيد. قرايه قران وعلم وحديث وفقه اظن احنا لو قلنا كنت بكره لازم هنروح بقى ايه نعمل، هنصلح ايه ولا ايه؟ محتاجين نصلح حاجات كتيره جدا من هنا لحد بكره ما نموت، هنصلح كل حاجه. محتاجين نصلح صلاتنا وقرايتنا ويا احوالنا كلها هتتغير. بس هو حماد بن سلمة مش هو بس، واحد اسمه صفوان بن سليم بيصفوه يعني لو قيل له ان القيامه غدا ما كان عنده مزيد برضه. ومين تاني؟ حد ثالث قالوا عنه لو قيل له ان ملك الموت بالباب اسمه صفوان بن محرز ما كان عنده مزيد. مش بكره القيامه بكره ولا المحاكم هتكون بكره، لو قالوا له ملك الموت في الباب ما يقدرش يزود. كل وقت مستثمر، مفيش وقت ضايع. ذكر وطاعه وعباده العمر كله تمام تمام تمام. الله يا بخيهم يا بخيهم. شيخ عصام هو بيتكلم اتكلم عن ابن جرير صح؟ ابن جرير الطبري ذكرني هو بيتكلم. ابن جرير الطبري بيقول للتلاميذ بتوعه تنشطوا معايا نكتبوا التفسير. قالوا له كام صفحه؟ قال لهم 30,000 صفحه. قالوا هذا مما تفنى فيه الاعمار قبل اتمامه. قال انا لله ماتت الهمم. فاختصره في 3,000 صفحه. كان عايز يملي على هو هيمليهم 30,000 صفحه تفسير. قالوا له ما عنديش الموت قبل ما نكتب كل ده. قال لهم فين الهمم؟ ماتت الهمم. اختصرهم في 3,000. وبعد ما اختصر تمام قال لهم الا تنشطون لكتابه تاريخ العالم من لدن ادم الى يومنا هذا؟ قالوا في كم صفحه؟ قال في 30,000 صفحه. قالوا هذا مما تفنى فيه الاعمار قبل اتمام. قال انا لله ماتت الهمم. فاملاه عليهم في 3,000 صفحه. ابن جرير رضي الله عنك حفظ 30,000 صفحة في التفسير و 30,000 صفحة في التاريخ. جابوا العمر ده، جابوا البركة والعلم ده، ما ضيعوش حاجة. دول ده ما ضيعوش حاجة. يقول لك ابن جرير الطبري قعد 40 سنة كل يوم يكتب 40 ورقة، يكتب 40 ورقة، يكتب 40 ورقة. دي حاجة كبيرة، دي 40 سنة. ايه ده؟ ايه الناس دي؟ ده خيال. درسوا الحاجات دي مسجلة ومظبوطة ويعني ما. الذهبي، حافظ الذهبي يقول لك كان خيال من الفجر، صلي الفجر ويقعد يقرأ القرآن بعد الفجر لحد الشمس ما تضحى، وبعدين يستنى شويه وبعدين يصلي صلاه طويله. كل طلاب العلم اجتمع، خش البيت اتوضا يطلع لهم يدرس لهم لحد ما يمشوا قبل الظهر بساعه كده ولا حاجه وقت، فيقعد يصلي لحد وقت القراءه قبل الظهر ويوقف. يصلي الظهر، من الظهر للعصر قراية وصلاة،
بعد العصر مدارسة، يعني يرجع للعلم تاني أو يروح المقابر، يلف في المقابر بقى إيه؟ دقة القلب والدعاء والأخرة والأخرة، يروح يفتكر الأخرة بقى والمقابر وفلان هو ده مات وفلان مات وفلان مات والدنيا والأخرة. يرجع المغرب معظم أيامه صايم، يفطر يقعد شوية ويطلع للجيران يتكلم معاهم شوية في الدين، يروح يصلي العشاء، يجي من العشاء قيام ليل حد ما ينام، يقوم تاني قبل الفجر يصلي تاني كل يوم كل يوم كل يوم. يعني ما عندوش وقت فاضي؟ لا ما عندوش وقت فاضي. السابقين ما كانش عندهم وقت فاضي. شوف ابن الجوزي رحمه الله تعالى، ده كان بيكتب كتير جدا ما كانش عنده وقت فاضي. لما حد يجي يزوره يقول انا الناس بيضيعوا لي وقتي، لما يجي يزوروني عمل ايه؟ خلى وقت الزياره يبري الاقلام، يجهز الاقلام ويبري، هم الناس بيتكلموا بيبري ويعمل ايه؟ ويقطع الورق اللي هيكتب فيه والحاجات اللي كتبها يقعد يجلدها في الزياره لحد الزياره ما تخلص مع السلامه، عشان الوقت ما يضيعش كده. يا حد يضيع لي وقتي؟ السلف ما كانوش بيضيعوا وقت. النوم كانوا بيقللوا وقت النوم جدا، ما كانوش يناموا الا اللي عايز ينام. حتى الاكل، عارفين ابن عقيل كتب 600 مبايض، 600 ابنه بيحكي يقول ابويا كان ياكل واقرا عليه. ده ابن ابي حاتم، ابن عقيل كتب 600 مبايض وحي، 600 مجلد كتبه، ما حدش في الدنيا صنف زي ابن عقيل. حياة اختنمها وتمام ومات رحمة الله عليه. هيندم على العمر ده، هيندم، بس ايه هو كده هيندم انه عايز زيادة، عايز زيادة، مع انهم ما ضيعوش حاجة. يا ابن ابي حاتم، ابنه بقى ابن ابي حاتم، ابي حاتم عالم وابنه عالم محدث، يقول انا ابي كان ياكل واقرا عليه ويمشي واقرا عليه ويدخل الخلاء واقرا عليه، مفيش وقت ضايع ابدا. يقول ابويا وهو بياكل يقول اقرا اقرا، يسمع علم، يسمع حديث، يسمع روايات، يسمع فقه حلال وحرام، يسمع الدين والايمان وهو بياكل، مفيش وقت ضايع. هو ماشي ابنه حدثنا حدثنا حديث، هو ماشي يخش الخلاء وابنه بره عمال يقرا. الوقت 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 حاجات فوق الخيال. احنا نستغربها عشان احنا عندنا الوقت، يقول لك يا عم ده محبكها شويتين. انت اللي مش عارف قيمه الوقت، مش هو اللي محبكها، انت اللي مش عارف قيمه الوقت. عرفت؟ وكانوا يختاروا انواع معينه من الاكل تكون ايه؟ مطبعها بسرعه وبقاها بسرعه بدل العيش. يقول لك الاكل بيضيع وقت. يا الله يرحمكم يا سلفنا الصالح. احنا بنصدق وقت الاكل يجي عشان بقى نتكلم ونهزر ونحضر ومشاريب وفاكهه وهيصه. عايزين ناكل بقى ونريح دماغك بقى وقت الاكل. وقت النوم ثعلب عالم اللغه العربيه، لما كان حد يقول له تعالى زورني كده يقول له بس، يقول له بس بشرط عن حاجه، بس يكون في ناس ما فيش ناس تسيب لي مكان فاضي احط معايا كتاب، احجز مكان للكتاب، واي زياره اروحها لازم يبص في الكتاب، لازم يقرا. زياره استثمار، اغتنام بالاوقات. الناس عاشوا وباتوا تمام تمام تمام، قللوا الاكل والشرب واللبس والنوم وكل حاجه، حتى في المشي كانوا بيسمعوا العلم وماتوا. جه الدور علينا احنا بقى، مش عارفين قيمه الوقت ولا قيمه الحياه. قلت عليك
نسمع. لا 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 كده خلاص ده كفاية. عايز أقول يا جماعة الوقت خلي بالك ما تضيعش ولا تخلي غيرك يضيع لك واحد. شفت البرجوزي كان بيعمل ايه؟ نعم حافظ الدين كبر بقى ويقطع الورق. سامحوني عايز اقول كلمه على جنب كده بس مع قله إيه ادب مني معلش. انا في شغلي يعني ساعات ببقى قاعد ورايا حاجات مهمه جدا ساعات فلاقي حد جه دخل عدى الزياره يقول لي انا لقيت نفسي قريب منك قلت اخش اسلم عليك واقعد معاك شويه. يا راجل طب لما تقعد بقى شويه يعمل ايه؟ يجيك من الشرق من الغرب مش عايز انا كده. محيطه؟ قال لي لقيتك فاضي قلت اقعد معاك شويه. محيطه من حوالين المقر. اتفضل. هيقعد يتكلم في ايه؟ امر عروف يا عمود مصالح الدعوه مصالح الدين لا. شفت الاسعار؟ شفت فلان عمل فينا ايه؟ شفت اسمه حسن يا عم شايف انا شايف شفت الجو وشفت طب شفت فلان بلد قد ما شفتش فلان اعتقد خير. عندي وحبيبي عندي حاجات عايز اكتبها عايز حاجات عايز ارتبها عندي مع شغلي. شفت انا قلت لك ايه عشان انت بيكم البعض ما تضيعوش وقت بعض. بقول لك الناس بتفكر زي انا تاني الوقت غالي جدا النفس زي الجواهر غالي غالي جدا عمرك حياتك. انا خلصت والنصيحه دي يا جماعه من اهم النصائح. شوف من اهم النصائح والموضوع ده اهو من اهم الموضوعات عشان ما نندمش عند الوفاه ولا نندم تاني في الاخره ولا نندم نخش الجنه هنندم على الساعات اللي مرت دي. الاخوه اللي ضيعوا وقت في الفرجة المتشر والبطولات مش بطولات والفيسبوك واليوتيوب والزيارات والقيل والقال والمشاكل والنزاعات والخلافات. يا جماعة راجع نفسك تاني اوعى وقتك يضيع منك اوعى عمرك يضيع منك. راهب العرب عامر ابن عبد القيس وهو معدي مره واحد قال له قف وكلمني قال امسك الشمس. طبعا واحد زحلاتي لو عدى في الشارع واحد قال لي وقف عايز اتكلم معاك شويه وقلت له امسك الشمس. شنو ليه؟ مقبوله من عامر ابن عبد القيس زحلات بس انا بقول لك ان هو كان عارف عطل لي وقتي وتوقفني بس احنا بنحسن الظن هو عارف ان ده هيوقفه ايه؟ كلام الفاضي. انما لو انا اوقفه بسؤال اتفضل دين علم ايمان بس في بعض الناس كده ما انت عارف هيوقفك يكلمك في الكلام الفاضي. واحد من السلف كان واقف مع واحد من دول بتاع الكلام الفاضي وعدى عليه واحد تاني يقول له ايه؟ اخبارك ايه؟ قال له في النزهه الاخير اروح حاطط لك حمود اللي قدامي يكلمني الكلام فاضي وكده وعايز اخلع منه مش عارف تيجي تاكل ايه؟ في ناس كده فقلت عليك بقى قلت لك على الكلام الخفيف عليا وعليكم وعلى الله جزاه الله خيرا شيخنا حبيبي ورا هذا الفرح وهذا اللقاء ان شاء الله يتكرر باذن الله باذن الله ونسعد فيه ونفرح وترجع ايام حلوه تاني باذن الله ونذكر نفسينا الحياه فرصه ايه اسال الله ان يعيننا جميعا على اغتنامها امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد.
كما يعني تكرر العنوان على مسابقنا، الحياة فرصة لن تتكرر فاغتنمها. هل يا ترى أنت تشعر بأن الحياة فرصة فعلا، وإنها إن ذهبت فلن تعود ولن تتكرر؟ شعور لابد أن أرى هذا الشعور في داخلي. إحنا في غالب الأحوال لما بنيجي نحضر محاضرات أو خطبة أو موعظة، الموعظة ممكن في اللحظة بتؤثر على الإنسان، لكن إن انفض المجلس يعود الإنسان إلى عادته السابقة. طب أنا بسأل نفسي يا ترى ليه؟ مع أن الكلام كان مؤثر والكلام كان ليه صدى في داخلي، لكن لماذا لم نتأثر في الواقع، أو لم يتأثر واقع الإنسان بهذا الكلام؟ نقول أن المشكلة كلها أنك لم تستصحب ماكينة القرارات عندما تستمع إلى الموعظة أو الخطبة، فبيأتي الكلام ونستمع وفعلا أنا بنطلب بهذا الكلام وتأثر، بس تأثر لحظة، مفيش نتاج بعد كده لأن احنا لم نأخذ القرار، لكن القرار لم نستصحبها وأنا بجلس أستمع. يعني بمعنى كده أنا جاي الخطبة، جاي أسمع موعظة، جاي أسمع محاضرة، فأنا مؤهل تماما في داخلي، بطمئن أن الكلام ده هيصل إلى داخل الإنسان ثم يصدر عن طريق مخرجات قرارات. فتعلمت فعلا الحياة فرصة؟ هل أنت فعلا تشعر بذلك؟ وإن أنها إن ذهبت لن تعود ولن تتكرر؟ لو الشعور ده هيتركب داخل الإنسان تجد أن الإنسان أشد تشبثا بلحظاتي وأوقاتي وحياتي، وتراه متألما. إن افتلتت منه لحظة أو ساعة من الساعات لم يعمر تلك الساعة بطاعة رب سبحانه وتعالى. وإحنا دايما أصحاب منهج، إحنا بنعود للكلام ده إلى المنهج بتاعنا، إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول لك أنت في سباق مع الزمن، لازم تشعر كده، أنا في سباق مع الزمن. الكلام ده إحنا تعلمناه وإحنا بنقرأ في كتاب الله عز وجل، اقرأ كده: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين. فالله تعالى يقول لي ولك سارع سابق، يعني نقول في جدية في التعامل مع اللحظات بتاعتنا، مسابقة: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض عدت للذين أمنوا بالله ورسله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال ستا، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. بادر، عارف يعني المبادرة، عارف يعني المسابقة، عارف يعني المصارعة، كلمة بتدرك في داخلنا، وعارف يعني إيه يعني أنا أسابق، كما نقول أنا أريد أن أسابق الريح، فأنا في سباق مع الزمن. يبقى الشعور ده لو تركب يبقى هتجد عندي كده جدية في التعامل مع اللحظات والأوقات، زي ما الشيخ جزاه الله خيرا ضرب لنا أمثلة كثيرة جدا لعلماء ماذا صنعوا، إزاي أخذوا القرار؟ أبدا هم ترجموا الكلام ده، يعني أقول على ذلك هو أتى بشيء مش موجود، لا، هو كل ما فيها أنه هو صاحب منهج. ماذا يقول لي المنهج هنا؟ فقال لي تسارع مفيش وقت، يعني سابق مفيش وقت، بادر مفيش وقت. فأنت في سباق مع الزمن، لازم الشعور ده يتركب. إحنا قضيتنا كلها في إن الكلام جميل، لكن الشعور اللي داخلي لم يرسخ في داخلنا بهذه المعاني، وإلا كان لها صدى، لها مردود. وتسابق قبل فوات الأوان، حتى القرآن قال لنا سابق قبل فوات الأوان، والشيخ جزاه الله خيرا ضرب لنا وذكر لنا بعض الآيات، وذكر أنه ما من إنسان إلا وسيندم ابتداء كده لحظة الاحتضار، حندم
سواء كان مؤمنا أو فاسقا وفاجرا وكافرا، كل حيندم كل حيندم. عشان كده أنا في سباق مع الزمن، سابق قبل فوات الأوان، فأقول لك كده خلي بالك، سابق قبل فوات الأوان. وأنا أؤكد عليك ما ذكره الشيخ جزاه الله خيرا، ما من إنسان، فيش واحد أبدا خارج المنظومة دي أو خارج الدائرة، ما من إنسان إلا وسيندم. أنا سأندم وأنت ستندم، كل إنسان سيندم سواء كان صالحا أو فاجرا. والشيخ جزاه الله خيرا قال لنا المنهج بيقول كده، يعني المنهج بيقول آدي المؤمن أهو: يا أيها الذين أمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ما ينفعش، عطايا رب سبحانه وتعالى، مع أننا كلها دي عطايا الواحد بيسعد ويصر بها، ولكن إياك أن تشغلك عن المهمة الأساسية. لا تنشغل بعطاء الرب عن عبادة المعطي الوهاب سبحانه وتعالى. يا أيها الذين أمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئكم الخاسرون. وأنفقوا، بدأت الآية توجهني أعمل إيه، أعمل إيه، أموت على عمل صالح يعني. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. ترى هو عايز ليه المهلة دي، ماذا يصنع في هذه المهلة؟ هل في ترى صفقة تجارية لم يتممها؟ هل في عقد زواج لم يتممه؟ يعني هل في أمر مرور الدنيا؟ أبدا، خلاص الدنيا دي تم إغلاق بابها. فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. هذه المؤمن هي كما إيه ذكر الشيخ جزاه الله خير. والفاجر كما بنقرأ: حتى إذا جاء أحدهم الموت، حتى إذا جاء أحدكم الموت قال، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون ليه لعلي أعمل صالحا في ذلك. الكلام ده ما يمرش علينا، ما يمرش علينا هكذا. أنا ممكن أكون صاحب المشهد وأنت تكون صاحب المشهد، فأنت عيش بهذا التصور. أنا لو جات للحظة دي هقول كده ولا هقول كده، حسب حالك أهو. وإلا أتمناه في اللحظة الأخيرة، يبقى أتمنى أن أموت على طاعة، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبره بما تعملون. خلاص انتهى الموقف، يعني انتهى الموقف وانتهى الأمر. وبرضك نذكر كده بما ذكره الشيخ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا اغتنم خمسا قبل خمس. لما تيجي تبص بنود الرواية هي بتتكلم عن أحوالي اللي أنا أمر بيها، أحوالي كنت شاب وبعدين حدث الكبر، والإنسان متقلب بين الصحة والمرض، متقلب بين الفقر والغنى، تقلب ما بين الفراغ والشغل والحياة والموت. الأربعة الأول ديت دي كلها إحنا بنتقلب فيها، ممكن يكون الإنسان قد وصل إلى نهايتها، وصل إلى سن كبير، مريض، فقير، منشغل. لكن بقت لي الجملة الأخيرة: اغتنم حياتك قبل الموت. إحنا لسه في الفرصة، يعني نحن ما زلنا في الفرصة، الحياة فرصة، أنا ما زلت في الفرصة. ممكن الإنسان يكون جامع لكل هذه البنود، يبقى قلنا وصل من الكبر عتيا، ممكن يكون مريض مرض شديد جدا، المرض ده حتى بيعطله عن أداء الطاعات بتمامها وكمالها. ممكن يكون إنسان فقير بيخرج كده أوقاته بتستهلك من أجل أن يأتي بطعام للأولاد وغير ذلك. وممكن الإنسان يكون منشغل، منشغل. عشان كده اغتنم خمسة قبل خمس، شبابك أهو قبل هرمك، غناك قبل فقرك، صحتك قبل مرضك، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك. احنا لسه ما جاش الموت، يعني لسه ما جاش، فاحنا ما زلنا في الفرصة. هتعمل ايه في اللي فيما تبقى من حياتك؟ انا اقول على ذلك لحظات كثيرة فاتت وانسلت وافتلتت من الانسان، لكن احنا ما زلنا في الفرصة، ما زلنا في فرصة، ما زلنا احياء، يعني ما زلنا احياء. يبقى عايزين نوجه هذا الكلام ازاي انا فعلا استغل فترة حياتي
ولا أدري متى يأتي الموت، يأتي بغتة، فحيظهر الإنسان التحصر عند ذلك. وكذلك أيضا يعني إحنا استمعنا الشيخ لما ذكر كده يعني دي فرص فائتة، فرص ضائعة. وشوفنا إحنا مشاهد، يعني القرآن ملئ بالمشاهد الكثيرة لأناس كانوا يعيشون كما نعيش وعندهم صحة وكانوا شبابا وكانوا أغنياء، لكن افتلتت منهم الحياة، فاتت الفرصة. وحقول ده مش مشهد واحد، دي مشاهد كثيرة جدا في كتاب الله تبارك وتعالى. شوف الناس دي يعني في الآخرة هيظهروا الندم ازاي. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب آيات ربنا ونكون من المؤمنين. شوف الأمنية، الأمنية بس فاتت، فات الوقت، قضي الأمر، قضي الأجل والعمر. فاسمع، ممكن أنا أكون صاحب المشهد بعد كده، يعني ما تقولش إيه أنت دايما المشاهد إحنا بنخرجها عننا، أنا مش داخل المشهد ده. لا، ممكن تقول أنت داخل المشهد، دي مشاهد حقيقية إحنا حمر بيها بهذه الصورة. شوف الأسباب اللي هي أوصلت هؤلاء إلى ذلك، لكن انتبه كده لما فاتت الفرصة، فرصة الحياة، ماذا قالوا؟ ولو طردوكم على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب آيات ربنا ونكون من المؤمنين. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. دي كلها مشاهد، يعني مشاهد لناس افتلتت منهم الحياة، ضاعت منه الفرصة، ضاعت الفرصة، فات الفرصة، فاتت عليه الفرصة، حيظهر الندم والتأسف. وده مش من مشهد وحيد، ولكن مشاهد كثيرة، يعني دي مشاهد كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى. ولعلنا احنا بنستمع مثلا في فجر كل جمعة والإمام بيقرأ بسورة السجدة، لم نعم ولو ترى إذ المجرمين ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وخد بالك كلهم بيطلبوا حاجة واحدة، أن يرد لكي يؤدي عملا صالحا، لكي يؤدي عملا صالحا. فالمشاهد كثيرة جدا تمر عليها في كتاب الله عز وجل، دي فرص ضائعة، فرص فائتة، وحيظهروا الندم والتأسف. أنا مش عايز أكون زيهم، مش عايز أنا أصل لهذه المرحلة وأكون أنا صاحب المشهد، وإياك أن تظن المشهد ده يتمثل في غيرك. لا، القرآن بيعلمني كده إن أنا المقصود بالخطاب، القرآن بيحذرني أن أصل إلى هذه الصورة أو ذلك المشهد. ولذلك يبقى الحياة فرصة، المنهج بيعلمني إزاي أتعامل مع اللحظات، إزاي نتعامل، لأن ممكن ما في لحظات تفوت من الإنسان وتفتلت من الإنسان كده دون أن يشعر. الله تعالى كما قال في سورة الجمعة لما نادى وقال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا ما يذر ذلك خير لكم كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ها واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ما تفوتش منك، أنت طالب للسعي في الدنيا، بتسعى في الدنيا، لكن لا تفطر عن ذكر ربك سبحانه وتعالى، لا تفطر، بل اذكروا الله كثيرا، مش ذكر كده عابر، لا، يعني حياتك كلها تكون عبودية لله سبحانه وتعالى، وحياتك كلها تربطها بالذكر حتى وانت بتطلب الدنيا. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، يعني هو أدى النصب. في غالب الأحوال لما الإنسان بيأدى الطاعة والنصب الوقتي خلاص الوقت اللي بعده وقت مهدر بيضيع، لأن أنا أديت الطاعة، فكأني بلحظة من لحظات الكسل، الخمول، الفطور. لا، القرآن بيعلمني خلي بالك من الأزمنة ما بين العبادات. ف
في غالب الأحوال بتبقى فائتة، غالب الأحوال بتبقى مهدرة ضائعة. فكان التنبيه هو: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كان على المؤمنين كتابا مقوتا. الآية دي جت بعد الكلام عن صلاة الخوف، يعني في سورة النساء بعد الكلام عن صلاة الخوف تيجي على طول الآيات كده: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وأنا دي الأحوال أنا بتقلب فيها، يعني دي أحوالي أنا وأنا اللي بتقلب فيها. ما فيش أساسا حل من الأحوال اللي هي أنا أكون بعيد فيها عن الطاعة، الذكر الدائم لله سبحانه وتعالى. هي حياتي كده، وافترض أنا موجود في الدنيا عشان أعمر اللحظات بطاعة الله سبحانه وتعالى. فأدي تعمير اللحظات بالطاعة والتنبيه على الفواصل أو الزمن الفاصل ما بين العبادات. وفي غالب الأحوال الزمن ده بيهدر. المنهج بيعلمك أنك أنت هذا ليس بزمن مهدر أو ضائع، لابد أن يستثمر، واستثماره أن يكون بذكر الله تبارك وتعالى. تملأ حياتك كلها بذكر الله سبحانه وتعالى، وتذكره إمتى؟ قياما قعودا على جنبك على أي وضع وأي حال. لأن العبادات أساسا لها مرسوم معين، لكن الذكر لا، ما يحتاجش لهيئة معينة أو مرسوم معين. يبقى الصلاة لها مرسوم معين، الوضوء له مرسوم معين، الصيام هكذا، لكن الذكر على أي جنب على أي حال كان يذكر الله على كل أحيانه صلى الله عليه وسلم. يبقى انتبه إلى أوقات الفواصل بين العبادات. لما نيجي نعود تاني ونقول لك الفرص الضائعة والفائتة عند هؤلاء، يعني ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلت ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. الفرص الضائعة ده هي، ما هي فرص ضائعة لنا احنا كمان. فكرك ان ده مشهد الاخيره بتراه وفرص ضائعة على هؤلاء؟ لا، يعني لو اقول لك ماذا لو اتى اليك الموت فعلا وطلبت المطلب ده، هل لو منحت ذلك المطلب هتعود تستقيم على امر ربك؟ لو قال واحد قالوا الموت وطلب من ربي: رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، قال ربي لولا أخرتني أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. ده المطلب اللي أنا هطلبه عند المعاينة وعند الاحتضار. طب لو أنت ربنا سبحانه وتعالى أعطاك ما تمنيت، فعلا هتعيد التقييم تاني وتستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى فعلا؟ نعم. لا سيبها دي دلوقتي. هل فعلا؟ طب هقول لك، انتوا بتقروا الايه: الله يتوفى الانفس حين تيها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى التي مسمى. ان في ذلك الايات لقوم يتفكرون. مش الايه دي بنقراها؟ بنقرا الايه ولا لا؟ طب ما انا كل يوم وانا داخل انام مع موت، الارواح اهي بتفارق الابدان زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولذلك أعود إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال لنا؟ يعلمنا كده: إذا أويت إلى فراشك ماذا تقول؟ انتبه كده اللي احنا بنقوله. احنا في غالب الاحوال بنكرر اذكار لكن احنا مش منتبهين للمعاني. اذا اويت الى فراشك، ده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الصحابه رضي الله عنهم: باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه، ان امسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. يعني انا بنقر على نفسه، يعني بدعو الرب سبحانه وتعالى: إن أمسكت نفسي ارحمها
في النوم، وإن أرسلها فاحفظها وافتحها وضعها عليك الصالحين. مش بس كده، البراء بن عازب رضي الله عنه وغيره، البراء بن عازب رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا أويت إلى فراشي فتوضا وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم لتقل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزل وبنبيك الذي أرسل. قال له إيه؟ قال له: فإن مت مت على الفطرة. إن كان ربنا سبحانه قدر أنه يموت في الليلة دي مات على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. يعني شوف القول ده، أنا بقول إيه؟ اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، فوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك. شوف آخر الكلمات بتاعتنا، آخر كلامك، يعني المنهج حريص جدا يكون آخر ما أتكلم به إن أنا نعلن عن عقيدتي، نعلن عن لا إله إلا الله، آخر حاجة ما ينام عليها الإنسان. نعم، يعني متى الإسلام، يعني متى التوحيد. وإحنا ولدنا على الفطرة، بس جاءت الشياطين واقتلتنا فغيرنا وبدلنا. يعني كل مولود بيولد على الفطرة على التوحيد، وبعد كده اللي بيحدث بعد كده بيبقى أدي النصراني، أدي المجوسي، أدي اليهودي، كل ده إيه؟ يبقى أحداث. فيموت على الفطرة، وإن أصبحت قال: أصبت خيرا. آدي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الحج علينا لما الإنسان يستيقظ من نومه ماذا تقول؟ أقول: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا. يعني أنا بعترف أهو، يبقى أنا كنت في موت رجعت، وكأنه أمنية طلبتها وربنا سبحانه وتعالى أعطاني دي. هعمل إيه؟ هتبقى صادق فعلا انك انت هتستقيم على امر ربك سبحانه وتعالى ام لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: اذا اراد الله عبدا خيرا عسله، اتدرون ما عسله؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: يفتح الله له عملا صالحا بين يدي موته حتى يرضى عنه جيرانه او من حوله. وقال: يبعث العبد على ما مات عليه. فقال: عسلة، أتدوم مع عسلة، يعني يقول خواتيم حياته تبقى طيبة. الله تبارك وتعالى يفتح على هذا الرجل عملا صالحا بين يدي موته، عند الموت، عند الاحتضار، زي ما هو المطلب في الآيات بالضبط كده: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ربي لولا أخرتني أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. هم يسترقون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يبقى ده المطلب بتاع الإنسان في لحظة الاحتضار، يتمنى لو كان عملا صالحا. الله تبارك وتعالى: إن أحب عبدا عسلا، إن أراد الله عز وجل بعبدي خيرا عسلا، أتدرون مع عسلا؟ يفتح الله له عملا صالحا بين يدي موته حتى يرضى عنه جيرانه أو من حوله. يعني نقول علاقة تبقى طيبة بمن حوله. فحياة الشرع بيعلمني إزاي أتعامل معها، كيف أتعامل مع اللحظات. زي ما الشيخ جزاه الله خيرا قال: فيش لحظة فائتة، ما ينفعش فيه وقت ضائع، ليس هناك بوقت ضائع أو مهدر عند المسلم، مفيش وقت ضائع ومهدر، لأن هي دي اللحظات اللي احنا هنحاسب عليها. ولعل الإنسان يحتاج في الموقف العظيم إلى حسنة. شوف ابن عمر رضي الله عنهما لما سمع إلى الحديث إن الإنسان لو صلى على الجنازة رجع الأجر بقراط، فإن تبعها حتى تدفى رجع بالأجر بقراطين، كل قراط أعظم من الجبل. عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما كانش الجزئية الثانية دي عنده، يعني أتبع الجنازة أخذ بقى قراطين كانش عنده،
وبالتالي سأل عائشة رضي الله عنها فلما قالت نعم يعني كان معها حصى رمى هذا الحصى ضرب به الأرض وقال قد فرطنا في قراري كثير. ده مين اللي بيقول كده؟ ده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أحرص الناس على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعارفين مكانته، ما نحتاجش الكلام عليه. ومع ذلك قد فرطنا في قراري كثير، تفريط الحسنة لا يصلح، مسلم لا يصلح أن يكون مفرطا في حسنة، عساها أن تكون الحسنة التي يثقل بها الميزان، يثقل بها الميزان. فالأمر محتاج إلى مراجعة مراجعة. وفي أحيان كثيرة ساعات الإنسان بيضيق صدرا بدنياه، ساعات إحنا إنسان بيضيق صدرا بدنياه، نسمع الكلام ده هو الواحد إمتى خلص من حياته، إمتى يموت، إمتى يرحل، إمتى يرتاح، كل دي يعني سواء الرجال أو النساء نتيجة الضغوط الاجتماعية ونتيجة برضك المشاكل والخلافات والنزاعات. فإنسان بيطلب الكلام ده، وخلي بالك أنت يعني مين قال لك إن إحنا بعد الموت في راحة؟ لا يأمن ولا يضمن الإنسان. ولذلك أقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت لضر أصابه، إما محسنا لعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعجل. يعني تبين حاجتين، لا تتمنى الموت لضر نزل بك أو أصابك، يعني إما أنك أنت من المحسنين ازداد إحسانا، وإما أن تكون من المخطئين تستعجل تتوب إلى ربك سبحانه وتعالى تتوب. لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فاعلا. يعني شوف الشرع برضك بيراعي الأحوال النفسية اللي ممكن تطرع على الإنسان، ممكن فعلا ضيق نوع من أنواع الضيق الشديد جدا يصب الإنسان عايز يدعو على نفسه، الشرع أوجد لك سبيل ومخرج، سبيل ومخرج. لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان فاعلا فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. يعني مخرج ده بيعلمك ان انت ساعات الانسان مش منتبه. انا لو منتبه ان الحياة انا بقول يعني عايزة تبدا عايز اموت ارحل، ما دي حياتك اللي انت هتحاسب عليها وتجازى على اساسها، فاين انت من ذلك؟ اين انت؟ فالحياة فرصة بس لازم اشعر بيها عشان اعرف استثمر ذلك الوقت. وبالتالي يعني في الختام كده نقول يعني محتاج الى نوع من انواع الافاقه. الشعور ده لابد من تركيبي في داخل الانسان ان الحياه فرصه، وانا بفقد اليوم اللي بفقده او اللحظه اللي انا بفقدها بتفوت على الانسان خيرا كثيرا. انت مفارق الدنيا لا محاله، والدنيا هتفارق الانسان لا محاله. فأنت مفارق الدنيا دي حقيقة لازم أنا أضعها في داخلي في نفسي، أراها دوما كده، يعني أنا أراها كما أرى يعني صورتي في المرآة أراها. أنا مفارق الحياة عن قريب لا محالة، مفارق الحياة. ساعات البعض يعني يغير الموضوع مش عايز يتكلم عن كده، لا أنا ما أنساش لا أغفل. يبقى أنت مفارق الحياة، هذا غرس تغرسه في داخلك. لو غرس يبقى هنقول يا ترى ايه اللي هينفعني بعد المفارقة لو انا فارقت الحياة؟ القرآن بيعلمني والمنهج بيعلمني ان انا انظر الى ما بعد المفارقة اللي هي الاخرة، زي ما احنا شفنا كده النماذج دي هتندم. النماذج دي فين؟ دي في الاخرة، ادي اتحاسبوا ودخلوا النار وعذبوا. فبيعلمني ان انا انظر دايما الى عواقب الامور كيف سيؤول الامر في الآخرة. يبقى أنت مفارق الدنيا لا محالة، لازم أنا أضع ذلك في داخلي. طيب يا ترى إيه اللي هينفعني بعد المفارقة؟ لن ينفع الإنسان إلا ما قدم من أعمال، وإحنا عارفين كده أن الميت يتبعه ثلاثة، عارفين الكلام ده أول كثيرا ما نستمع إليه والكلام محفوظ عندنا. ثلاث أشياء تتبع الميت، هيتبعه المال، هيتبعوا الاهل، هيتبعوا العمل، يرجع اثنان اللي هو مين؟ المال والاهل، ويبقى مع مين؟ ادي العمل، هو ده النسب بتاعك الحقيقي.
ده الملازم معاك، هو ده اللي هيلازم معاك، احنا عارفين كده. لكن يا ترى انت اللي بتكون من يلازمك في قبرك وفي الآخرة، أعمالك اللي انت قدمتها في حياتك الدنيا حتى الآن تشفع لك عند ربك سبحانه وتعالى، يعني تشفع لك عند ربك تنجيك من النيران؟ احنا ما زلنا في الفرش. نقول على ذلك لا، ده عمل زهيد يعني مضاعة مسجان. طب اعمل، ما زال في الحياة بقية، ما زال بقية، اقتنس الفرصة. فإيه استعدادك للقاء ربك سبحانه وتعالى؟ والاستعداد ده انت بتكونه انت في الدنيا، مش هكونه انا في الآخرة، هكون هذا الاستعداد ونحن في الدنيا. عشان كده الحياة فرصة، نعم فرصة، لن تتكرر، إن ذهبت لن تعود ولن تتكرر، فاغتنمها. كيف تغتنم؟ لازم تاخد قرارك ازاي اتعامل مع حياتي، ازاي اتعامل مع لحظاتي، وانظر الى ما العمل الذي اتمنى ان اموت عليه، تكثر منه. من عاش على شيء مات عليه، اذا قال عامة كده. فكذلك ايضا الله تعالى بيبعث العباد على ما ماتوا عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالحياة فرصة لن تتكرر، فاغتنمها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.